انت من الاطور المهمومه ان صح التعبير بالنقوش الصخريه، وقمت مرارا وتكرارا بزياره الغشيوات المنطقه اللي في سماره ووقفتي على هذه النقوش الصخريه. كيف ممكن تقرب الناس لهذه النقوش الصخريه؟ بدايه علاقتي بالموضوع ديال النقوش الصخريه انطلاقا من واحد المقال صحفي حول واحد الموقع اركيولوجي في سماره تعرض للتخريب والتدمير، وقلت انا هذه فرصه باش نمشي نشوف نطلع على هادشي شنو شفيه وهذا. وفعلا اول مره غادي يكون عندي احتكاك مع النقوش الصخريه. فعلا مشيت في 2006 ديسمبر 2006 وشفت هذاك الموقع ديال العصلي بوكرش، واحد هو موقع غني بالنقوش الصخريه وفيه سمارة طبعا سمارة، وفي جميع يعني التقنيات والاساليب اللي ممكن تحدثوا فيها على النقوش الصخريه والفن الصخري بصفه عامه. وطلعت على بعض المواقع فيهم التدمير وفيها التخريب وفيها الاطراس ديال سرقات ديال الانسان، تدخل ديال الانسان في هذيك العمليه ديال التخريب. قلت انا خص كفنان تشكيلي وهذا يعني ما يعني كنشوف ان الفنان المعاصر هو الانسان اللي كيكون عنده اونغاجي، كيكون ملتزم بواحد القضيه معينه، سواء كانت قضيه فكريه ولا قضيه جماليه ولا قضيه سياسيه ولا يعني حامل لقضيه كيف ما كانت. وقلت انا كفنان خصني نوصل واحد الميساج بالخصوص للمسؤولين الترابيين اللي كاين تما والمنتخبين، بان هناك تراث انساني مادي عالمي ماشي ديال شخص معين، خصنا نحافظوا عليه ونحميه من التخريب والتدمير. وكان عندي اول مريض درتو هنا في اكادير، طلعوا فيه الاخوان على ديك التجربه. من بعد درت معرض في السماره كنحس فيه هذوك المسؤولين بان راه عندنا واحد التراث انساني خصنا نحافظوا عليه، خصنا نحميه من التخريب ومن التدمير من اي اشكال من الاشكال ديال السلبيه اللي كتاثر عليه، لانه هو فن ما يمكنش يتكرر، دار واحد المره كيبقى وخصنا نحافظوا عليه. وتصادف انني تلاقيت مع جمعيه كتهتم بهذاك التراث الثقافي اللي هو جمعيه اميران على راسها محمد مولود بيبه. هذا الاخ هذا حتى هو واحد باحث عصامي، باحث اثري عصامي، كون راسو هذا، وحتى هو شغوف بحمايه هذاك النقوش الصخريه. وتطورت العلاقه بيناتنا مع ديزاركيولوج وعلى راسهم الدكتور عبد الخالق المجيدي، عالم اثار متخصص في ما قبل التاريخ. وبدات العمليه ديال لقاءات وتكوينات وتحسيس للناس المسؤولين من خلال المعارض، من خلال الندوات، من خلال لقاءات ملتقيات. ودار واحد الملتقى دولي في 2010، ملتقى دولي حول سبل وطرق حماية الفن الصخري بأفريقيا، شاركوا فيه تقريبا 27 دولة شاركت في هذاك اللقاء ديال اللقاء الدولي. اش عطانا النتيجة ديال هذا الشيء كله واللي إيجابي في هذه العملية هو الفاعل السياسي سواء ترابي ولا المنتخب، انه ولا كيهتم بهذاك التراث ولا عنده دخل في الاهتمامات دخل في الاهتمامات ديالو، وحتى ولا في البرامج ديال الانتخابيه ديال الاحزاب ولاو كيحطوا هذوك المساله ديال النقوش الصخريه والحمايه ديالها داخل البرامج ديالهم الانتخابيه محليه محليا. وهذا مكسب، والدوله فعلا ولا وزاره الثقافه ولا السلطات لا السيد العامل العمال الاثنين اللي مروا في المرحله هذه اللي عشنا فيها احنا من 2010 حتى 2009 حتى دابا، كلهم كان عندهم اهتمام خاص بهذه العمليات ديال حمايه التراث وتبناو محافظات
لا في العصل الريش ولا عصل بو العصل بوكرس ولا في الغشيوات دايرين فيها حراس يعني يحميوا هذاك يحميوا هذوك المواقع هذوك الشيء. وقفنا هذوك العمليه ديال التخريب وديال التدمير. وقعوا بعض الحالات استثنائيه وتم توقيفها مباشره ديال الموقع ديال العصلي العصلي والريش في 2014، وكان فيه تدخل ديال البرلمانيين وهذا باش يوقفوا هذه العمليه ديال، لان كاين واحد مثلا واحد مقاول جا حط كونكاسور في الموقع ديال العصلي الريش وداك الشيء، بدا كيطحن هذاك الحجار وداك الشيء، وكاين ادوات ديال الانسان الحجري القديمه، وكاين مواقع ديال النقوش الصخريه في هذيك المنطقه ما خصهاش تمس. نورمالمون كدار واحد ليتيود دامباكت دراسه وقعيه قبل ما تعطي رخصه لشركه معينه دير مقلع ديال الاحجار. تم توقيف ديالها. واخر حاجه هي في الكونفينمون في الغشيوات. الغشيوات الموقع ديال الغشيوات دابا الان تم تصنيف تقريبا 15 موقع ديال النقوش الصخريه في سماره كتراث وطني. دابا في اللائحه ديال التراث الوطني فيه 15 موقع تم الادراج ديال الموقع كمواقع ديال التراث الوطني، وبما فيهم العصل الغشيوات اللي جا فيه واحد المستثمر حتى هو وداك الشيء، وكان بغى عنده واحد الرخصه ديال 1995 وجا بغى يلا بدا يهز الحجر وداك الشيء. وداك الحجر عند ديال هذاك الحامل ديال دوك النقوش الصخريه تما في منطقه الغشيوات هو رخامي ونادر، يعني لقاو النقوش الصخريه على الرخام تقريبا. اين سنه هذا الشيء هنا بالنسبه للباحث الاركيولوجي عبد الخالق المجيدي؟ اقدم نقيشه تما في المنطقه ديال سماره 12000 سنه. 12000 سنه من التاريخ ديالنا اليوم، يعني 10000 سنه قبل الميلاد. هذا اقدم تقديرات ديال من خلال الاسلوب والتقنيات ديال النقيشه. شنو كاين الميزه؟ هو هذيك القدم ديالها كنشوفوا هذاك واحد الطبقه ديال كيقولها الزنجار. كنشوفوها هي اللي باش كنحددوا الاقدميه ديال النقيشه على نقيشه اخرى. والعمليه ديال التاريخ ديالها في النقوش الصخريه كتكون صعيبه، ماشي بحال الصباغه الرسومات اللي كيكونوا في الكهوف ولا في الملاجئ ولا هذا سهل المعرفه ديالها سهله، لان هذيك الصباغه كتكون فيها مواد عضويه كيسهل علينا مثلا في كربون 14 كنعرفوا نحددوا التاريخ ديال هذيك الماده العضويه اللي كتكون فيها. والماده العضويه اللي كتكون في الصباغه اللي كاين عندنا في الصحراء كتكون صباغه مخلطه اما مع البيض ديال النعام ولا مع لا غومارابيك العلك هذاك بالعربيه السمغ العربي السمغ العربي هذاك اللي كيكون في الطلح. نعم هذاك العلك اللي كنقولوا له حنا بالحسانيه هذاك الشيء كيخلطوه مع الصباغه وداك الشيء كيرسموه. هاد الماده العضويه هي اللي كتعطينا التاريخ ديال هذا. وكاين اخر حاجه هو واحد البحث ديال واحد مجموعه علميه فيها مغاربه واسبان اشتغلوا على لا بانتور اللي عندنا في ازقر عوينات ازقر اللي في جنوب الشرق ديال طنطان. وكاينه واحد نقيشه فيها 8000 سنه، وهذا يعني رقم مزيان كتاريخ. يعني ادراجها في ضمن التراث الوطني ما كاينش طموح انها تدرج على الصعيد الاممي الانساني. اي دابا اللي كنشتغلوا عليه الان هو اننا هذوك مثلا بخصوص موقع الغشيوات، لان موقع الغشيوات فريد من نوعه، وهذا الفراده ديالو الا كتسمح ليه باش يتدرج كتراث انساني عالمي لدى اليونسكو. وزاره الثقافه في اخر لقاء في جنيف قدموا مشروع ديال انها تصنف موقع ديال العصر الغشيوات يتصنف كتراث انساني عالمي، وهذا مكسب لنا احنا كمغاربه ان تصنف هذا لحمايه هذا الموقع من التخريب ومن التدمير، وكذلك تعطي واحد الصوره ايجابيه للدوله ديالنا ككل. واش ما ممكنش مثلا نتكلموا على سياحه ثقافيه ولا اكاديميه لهذه المنطقه من اجل انها تدخل الرادار السياحي كمزار خصوصا من الناس المهتمين عالميا؟ نعم. من جامعات من فعلا ان النقطه هذه اساسيه. خصنا الان الاقناع ديالنا احنا كمهتمين بهذا التراث الانساني العالمي، خصنا اقناع المسؤولين ديالنا الترابيين والمنتخبين بان هذه المواقع هذه هي مواقع جذب سياح السياحه الثقافيه مثلا ولا الاكاديميه كما قلتي،
ان مثلا نخصصوا هاد المواقع هادو لزيارات الطلبه اللي مهتمين سورتو بالتاريخ ما قبل التاريخ، يجوا يشوفوا المواقع، يطلعوا على ويدرسوا يعني بدايات الفن، تاريخ الفن. مثلا الطلبه اللي مهتمين بتاريخ الفن يجوا يشوفوا زيارات ميدانيه علميه سياحيه. خصنا نوفروا نعم علميه وسياحيه، خصنا نوفروا البنيات التحتيه الاستقباليه لهاد الوافدين اللي غادي يجوا. ممكن مثلا المجلس الاقليمي ولا المجلس ديال الجهه ديال الساقي الحمراء، الساقي الحمراء العيون مثلا، يكون عندهم شي فريق اللي ممكن يدير واحد التعبئه في على المستوى الدولي، على اساس في الجامعات الكبرى اللي كاينه في العالم، وهذا في جميع الدول عندهم برونش ديال البريستوار، يجوا يطلعوا على البريستوار اللي عندنا هنا في المغرب، في الصحراء، في السمارة بالخصوص، لان السمارة كتوفر على تقريبا شي 87 موقع اركيولوجي خاص بالنقوش الصخريه، وهذا وهي فرصه للطلبه والباحثين الاثريين باش يطلعوا على هذا، ومكسب للمدينه باش يكون هناك تنميه اقتصاديه في المنطقه من خلال النقوش الصخريه. كسؤال اخر، شنو هو الدور ديال مؤسسه المتاحف من اجل ادراج حتى هي وخلق واحد المتحف تماك؟ مؤسسه المتاحف، المؤسسه الوطنيه للمتاحف، والسيد قطب المهدي قطبي، يعني حنا بهذه المناسبه هذه كنوجهوا له طلب لقاء معاه باش نشوفوا معاه امكانيه احداث متحف ديال ما قبل التاريخ. المنطقه غنيه سواء من خلال لي كوليكسيون ديال الادوات الانسان الحجري، مثلا لا بانتور، كاين لي غرافير، كاين بزاف ديال الحوايج اللي ممكن توضع داخل هذا المتحف، ويكون من نقطه جذب للسياح وسميتو ورافعه للتنميه بالمنطقه. وهذا يعني ضروري واساسي يكون هذا المتحف هذا، وبالخصوص في السمارة، ما يكونش في بلاصه اخرى من غير السمارة، لان ما يمكنش نحطوا مثلا هذا المتحف هذا في بوجدور ولا في العيون ولا في المنطقه ولا في طرفين المدن الكبرى مثلا ديال الجهه من غير ان السمارة، لان هي الموقع المخصص لهذاك النموذج ديال المتاحف ديال ما قبل التاريخ، وغادي يعطي فرصه للتنميه ديال المنطقه بشكل إيجابي وممتاز.